السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، تحياتي لكم جميعا. كنشكركم اليوم، صورت لكم فيديو زوين في حفل فني وثقافي لمنظمة الجمعية التراثية في المغرب، الرئيسة ديالو زوبيدة طويل، تحياتي لها من هذا المنبر، ونخليكم مع الجو الجميل ديال الحفل الفني، تحياتي لكم جميعا. بكل الحب والوفاء وبأرق الكلمات الشكر والثناء من قلوب المروءه الاخاء والمحبه، جمعيه تراثيات المغرب تقدم بشكرها الخاص الى كل من رئيس مجلس البلدي والسلطه المحليه واداره القاعه المخصصه لنا، والى كل من ساهم من قريب او بعيد في اعداد هذا الحفل الثقافي التراثي المميز. أشكر جمعية تراثية المغرب التي شرفتني بالحضور للمشاركة في قراءة النقدية لديوان الأخ الشاعر سي محمد بن علو أجلة القلب، ونحمد الله تعالى على أننا نعيش نوعا من الانفراج بعد هذه الأزمة، أزمة كورونا، حتى لا أطيل متضمنة لخصوصيات جمالية وفنية فوق طاقة إنسان مستواه الثقافي لا يتجاوز السنة الخامسة الابتدائية، مما جعلنا نعدل عن المحاسبات الدقيقة بالعين الناقدة المدققة في الصغيرة والكبيرة على مستوى المعجم والتركيب والنظم. الله يبارك عمر سيدي صاحب الجلالة ملكنا محمد السادس نصره الله وأيده وحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن كما حفظ به سبع المثاني والذكر الحكيم. يا ملكنا أنت رائد المشجع الأول للثقافات في المغرب، والله لجد سعيد بهذه اللمة القيمة في المجال الشعري لتوقيع ديواني أجلة القلب مع فائق الاحترام والتقدير للأستاذة والدكتورة زوبيدة طويل رئيسة جمعية التراثيات المغرب لهذا الاحتفال. يعني مولود الجديد أجلة القلب، حيث يسافر بنا شاعرنا من الحس الوجودي إلى ملكوت الأحاسيس الرقيقة والمرهفة، فيبدع أحيانا باستخدام صور شعرية مميزة في وصف الحبيب وتسلطه العاطفي، وأحيانا أخرى يغوص بنا في دوامة من العبارات المبهمة قاصدا من خلالها إشباع العقل. Oh!
شكرا. اولا نشكر جمعية تراثيات المغرب في شخصها الشاعر المقتدرة زبيدة قوي، وحيها الوجوه الحاضرة المبدعة العاشقة للحرف وللكلمة البهية. انا لست ناقدا للشعر ولا ابحث عن القراءة المطلقة، ولكنني اقرأ الشعر واصاحب الشعراء وأجاهد الفكرة. قصيدة أجلة القلب التي كتبها الشاعر سنة 1900. شكرا على هذه الهدية. عيبة هي قصة العاد، هذه حكايتي يا ناس. أنا كنت القمر عداء، عييت بالسموم، دار تلقى البحر، زار يا فرحانة، تعرف ترقص وعلى سواقين الموج، لينا حنا مشوش. تحمل وتقول كانت الكاميرا سباب، كانت الكاميرا نقلبت. يا ريبني على هذا الحال، الدنيا حال وحوال ودوام الحال. بقيت نحط بالي وتمشي جديد كيتوب العيد، والطوق ما طاقوا صحابو اللي تعجب التبلا، وبحر البليه تكوى ولي شتي على شي حال خليه، وطلب المولى يعفو عليه. حي هيموت دايما يفوت، وطيق فيها شموت، ساوي ساوي راه الحال. سأرمي عزوفا، سأرمي عزوفا بالنسيج أحلامنا، سأروي سوانا من دموعي تفاؤلا. إنها الملقبة بشموخ الشمالية جاءتنا من مدينة العرائش، زهرة تحمل لرفيقاتها السلام والود والوئام. صدر لها ديوان مشترك يحمل اسم
الكلام المطروز. رحبوا معي بالمبدعة نعيمة محية. أهلا وسهلا. جيت نهني وانا مرا مغربية يا برا، جيت رافعة مهدي الراية الحمراء، جيت عيوني سائلة بالفرحة والنصرة، جيت شاقر العديات الدلاعات والطنجة الدويرة القلوب فرحات، غنيت عيون عينية لقت صغيدات، حمدنا الله على أرضنا اللي رجعات، سمعنا الحمداوية تحتوق الجبلية وهذه أعزيز سوس والحوزية، أجي من بلد الأسرة العلوية. كانت مسيرة سينية من الحسن، واليوم تخطيطات محمد السادس توحد تراب الوطن. فينكم يا رجال؟ فينكم يا نساء؟ فينكم يا إخوان؟ اليوم لازم الرقصوا، لازم الفرحة تبان. الله ينصر سيدنا محمد السادس، حفظوا لينا يا رحمن، هذه بشرى راضي ربي راضي علينا. اليوم بالبرهان مغاربة أحرار، قلها بكل افتخار، مغاربة أحرار قلها بكل افتخار. وشكرا لنصراتي. Thank you.
مرحبا في حياتي تحية غوانية من هنا تنحيب الرشيد تنحيب الرشيد بضواحي الرشيد لأول مرة كانت تكرر فيها تصفيقات واللي كيكرمني فيها هاد الساكنة في درس الطان فيدا هي جمعية تراثية المغرب تاهي تصفيقات عليها بحرارة وهو تكريم لي شريف لأن التكريم الفنان هو يتكرم هو حي ماشي تيموت لأن الفنان عنده واحد الكرامة أنا كنشكر الأخت اللي هي رئيسة الجمعية التراثية المغرب لالا زويدة الطويل سكوا عليها بحرارة لالا بزاف لالا سكوا عليها لالا بحرارة مزيان ومرة أخرى كنقول كنشكر الصحافيين اللي هما صحافيين ملك العمرانية الله يجيبهم التيسير أشياء أقول شكرا بزاف شكرا سي عبد الرحيم
ولا زالت الكريمة تكرر. أنا اليوم حضرت الأستاذ الفنان عبد الرحيم اللوحة عبارة عن قرطري، وبما أنه هو قال 40 سنة وهو في الميدان فأنا تاب قرطري تاود توليد 40 سنة الله. كلمة الإنجاز هو كنشوف الخشبة والله العظيم عاطل كي ناس ما كيعرفوهمش راه ثلاثة الناس هنا يستحقون التكريم من بعد سي عبد الرحيم سي الهاشمي بين فون قاعد لهم تسأل تشوف رسمه كان يسميهم ديال الكورتري كذلك كيضحي بلوحة ديالو كيهدي مجموعة من الألوان كاين واحد المجموعة الأصدقاء ديالي تيقولوا الفن راه كاين غير في حي محمدي أنا من أصدقاء ديال الناس حي محمدي ولكن خصنا نعرفوا التاريخ أن كاين مجموعة الفنانين القدام قدام الناس ديال حي محمدي كانوا درس الطالبيدة بكل صراحة درس الطالبيدة كيعطيك واحد المجموعة من الألوان الفنانين فتحية لسي عبد الرحيم تحية للمنظمين وشكرا للجميع. وخمسٍ بعد العشرين من العمر بابتسامة وافرة اعتقلت وخمسٍ كاسيات عاليات احترقت بنار أجسادهن وابتليت وخمسٍ من العبيدات بصم كفارهن حقنت ومن تهيت المخمورة عرفت المطلقة والناطقة المتربية ومعلمة التي عليك على يديها يا نار قلبي يا نار قلبي بالأعراف والقيم يا نار وجدي بالأجداد والنقم ما بال عيني قد جفت مدافعها ولا لعقلي من شدة السقم Thank you.
Thank you.
الكواكب استقل مطلوب يا ربي انتسر تجيش الجيش تطلب Thank you.